السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد وحلقة جديدة من الإنسان والحيوان. النهاردة هنتكلم عن الكلب. ليه أنا بقتني كلب؟ وغير كده من أسئلة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي بيحبوا يعني يربوا الكلاب. يمكن شوقي بيقول أودعت أمانة لإنسان وأمانة لكلب، فالإنسان خائن والكلب حافظه. ويمكن كان يعني في مصحى أو بيرد على حافظ إبراهيم لما كان بيقول له ما لي أرى أشواق الناس تلتهب وشوقي أنا بارد، فرد عليه وقال له أودعت أمانة لإنسان وأمانة لكلب فالإنسان خائن والكلب حافظ على حافظ إبراهيم. المهم احنا عايزين نقول الكلب يعني بيتسم ومعروف عنه الوفاء. تعالوا نسأل أول سؤال ونرحب بضيفتنا الدكتورة نهى الشلتاوي أخصائي طب وجراحة الحيوانات الأليفة. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بداية لما نسأل ونتكلم عن الكلاب، يعني هل كل الكلاب عندها وفاء؟ كل الكلاب طبعا عندها وفاء. كل الكلاب وفاء لصاحبها. يعني حتى ما عمري ما شفت في حياتي كلب ندل، دايما بلاقي ممكن النداله تبقى مع صاحب الحيوان ضد الكلب. لا مفيش حاجه اسمها كلب ندل. لا مفيش اي حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها كلب ندل. مهما كان صاحبه كان بيعنفه، كان عنيف معايا وكان بيعاقبه وبيحبسه وبيتبع معاه كل اساليب العنف برضه هيبقى وافي معايا. يعني مفيش حاجه اسمها ندالة كلب. مفيش حاجه دي بالعكس ده في بني ادمين بيتعلموا الوفاء من الكلب. طيب احنا بقى يعني في سؤال مهم جدا، يمكن هو السؤال العمده والافتتاحي بتاعنا، ليه انا بقتني كلب؟ ليه بقتني كلب وامتى اقتني كلب؟ حلو قوي. في البدايه انا لازم اوضح نقطه معينه، ان طالما انا قررت ان اربي كلب لازم اربيه بنيه الرحمه والاحسان اليه. لازم اعرف المجهود الكامل اللي هيبذل مع الكلب قبل ان اقتنيه، ولازم كل افراد المنزل يقراوا عن تربيه الكلب وشخصيته وطباعه. ما ينفعش اقتني كلب بنيه المنظره والتجاره واهمل في صحته واكله، لان دي في الاولا واخيرا دي روح وهتحاسب عليها يوم الايام. والرحمه لا تتجزا. ليه بقى انا بقتني كلب؟ الناس بتقتني كلب لعده أغراض، منها ناس بتقتني كلب الحراسة، حراسة البيوت والمنازل، وهنا أنا بختص الكلاب اللي بتتميز بالشراسة وحاسة الشم قوية جدا، زي الدوبرمان، زي الرود فايلر، زي الجيرمان شيبرد، الكلب البوليسي. في ناس بتقتني كلب بتستخدمها في الصيد، إيتاء الفريسة لصاحب الكلب نفسه. في الدول الأوروبية يعني لازم أكون واضح وأشوف إيه الغرض وليه أنا عايز أقتني كلب، وأشوف أحدد بناء على هذا الهدف والغرض أحدد إيه أي نوعية من الكلاب أقوم بتربيتها واقتنائها. بالظبط. لو أنا عايزة حراسة يبقى لازم كلب شرس. لو أنا عايزة صيد يبقى لازم كلب يبقى رشيق ورجله طويلة وسهل الحركة زي اللابرادور. في الدول الأوروبية بيستخدموا الكلاب في العلاج، اسمها أنيمال أسيستد ثيرابي، بيستخدموا ثيرابيوتيك دوجز، مدربة تدريب جيد للتعامل مع المريض. اثبت ان الكلاب بتبعت اشارات بتساعد على استقرار حاله المريض وبالتالي الاستجابه السريعه للعلاج. كمان بيستخدموها مع ذوي الاحتياجات الخاصه كنوع من انواع التاهل. من خلال ان هما بينمي المهارات الجسديه والذهنيه، بيخلوا المريض او مريض التوحد بالذات يمشي الكلب كل يوم، ياكل الكلب، يعمل براشنج للهير او تسريح شعر الكلب، ده بيقوي المهارات الجسديه عنده. بيقوي مهارات النطق عنده من خلال ان هو بيدي اوردرز للكلب زي سات وداون وكاتش وستاي. كل الاوردرز دي بتخلي الواحد ينمي عنده بالزبط يعني مهاره النطق، بالظبط يتكلم بالزبط، يحسن الكلام. كمان وجود الكلب في البيت بينعكس بشكل ايجابي على صاحب الحيوان. ازاي؟ الكلاب بتحب تمشي وتجري، فلازم كل يوم الاونر ينزل الكلب يمشي ويجري. لازم صاحب الكلب يمشي معاه بالظبط، فبالتالي بيقوي صحته البدنيه. في اهالي بتتعمد وجود كلب في البيت عشان يعلموا اولادهم احساس بالمسؤوليه من خلال ان هم يهتموا بالكلب، يهتموا بنظافه الكلب، باكله وشربه، وده كمان بيزرع فيهم الرحمه. يعني الاغراض متعدده جدا، جدا يعني جدا جدا من التعليم لتحسين النطق لتحسين المهارات بالزبط. للتريض بالزبط. للحراسه، لحاجات علاجيه، ثيرابي علاجيه، يعني حاجات كتيره جدا. جدا اغراض كتيره جدا. يعني انا متصور ان في واحد بيتابعنا دلوقتي كان متصور احنا بنتكلم في حاجه ترفيه، حاجه دلع، يقول لك ده يعني بالظبط. لا ده طلع ليها اغراض كتيره جدا. جداً بين جداً. العلمي والرياضي ده حقيقه وكلها مفيده. طب لو الغرض اللي هو البسيط بقى، لو في الاولاد بتلح عليا ان انا لازم بابا عايزين كلب، فالتصرف يبقى ازاي؟ التصرف هيبقى ازاي؟ احنا طبعا اول حاجه هختار الكلب. كلب عندنا كذا بريد، في لارج بريد دوجز وميديوم سايز دوجز وسمول بريد دوجز. انا بشوف الكلب اللي هختاره بالنسبه لمساحه المكان اللي انا هحطه فيه. ما ينفعش اجيب كلب كبير جدا واعيش في الشقه، لا
انا كده بحجم حركه الكلب وبضايقه. ممكن الكلب لما بيتضايق بيتحط تحت ستريس نفسي وبالتالي مناعته بتضعف، فانا بعرضه لامراض كتيره قوي. تمام. فانا لازم اراعي مساحه المكان اللي هيعيش فيه الكلب بالنسبه لحجم الكلب. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم اقرا كويس جدا عن تربيه الكلب اللي انا هجيبه، واقرا عن شخصيته وطباعه، ولازم اقرا على الانظمه الغذائيه المفيده ليه. كل كلب ليه انظمه غذائيه خاصه بيه، وكل عم ليه نظام غذائي خاص بيه. جميل. طب دكتوره نقص، اسمح لنا يعني ننتقل الى السؤال التالي.